هلا بالعيد هلا والفرح منشور هلا والتهاني جات كي دايرين لاباس عليكم واش راكم مبروكه الله يبارك فيكم استاذ بخير مرحبا بينا عندكم في هاد الفيرما هادي وهاد الكوري ايوا سيدي مرحبا بكم بالف مرحبا مرحبا والف مرحبا كيبان ان شاء الله غتشوفوا الحوالا زينين من عندي هنا ان شاء الله هاد العرض عيدو فابور كاع ان شاء الله ان شاء الله عندك تبان لي السلعه عندك زينه لا لا هادي السلاله ديال تيم حضيت ما تسولش عليهم خيره كاع تيم حضيت الصناعه ديال هاد البلاد واه فين جايه هادي تيم حضيت تيم حضيت الا مشيتي على الطريق ميسور من هنا من هاد الشرق من وجده هنا غادي ديري على الطريق ديال ميسور بول عجول شويه تلقى ميدل الخنيفره صافي تقربي لتيم حضيت تبارك الله ودابا جيتو هنا معزبين معزبين هنا في هاد البلاد واه دابا شي 7 شهور تقريبا بالكاي تبارك الله وتقلبنا لهنا ايوا الحمد لله حتى نتوما راكم مزيانين هذا ما شاء الله عليك الطاقه ديالكم وخير الناس تهلاو فينا الله يعمر هذا الله يبارك فيك بارك الله فيك حتى حنا ناويين ان شاء الله نزيدوا شي حاجه الى كتبها الله ان شاء الله يا ربي وتقدر تورينا شي كاو الاثمنه هادي نزيدو نشوف الى ما هربوش الأثمنة مناسبة يعني الأثمنة مناسبة واه الأثمنة مناسبة هذا العام إن شاء الله مع الكورونا شوية كاين الأزمة عندنا كاع في المغرب كلشي وحتى الناس عاودت الناس صحاب الخفا غادي يصبروا شوية يدوز هذا كوفيد إن شاء الله إن شاء الله كلشي غادي يخلف إن شاء الله حنا وغنصبروا هذا العام حنا ومع الشعب ان شاء الله يا ربي والشعب عاوتاني معانا حتى هما يعاونونا شويه ونتعاونوا ونفوتوا هذه الازمه ان شاء الله زيرو شو كل واحد يدير راسه تبارك الله عليك تبارك الله عليك خيداد ان شاء الله والناس غادي يرجعوا لبلاصتهم ان شاء الله حنا ونصبروا هذا العام ان شاء الله نصبروا ما نحسبوها لا خسره ولا ربحه يعني في الوسط ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نطلب من المسؤولين حتى هما يشوفوا في حالتنا ان شاء الله يا ربي ونصبروا ان شاء الله ماشي ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله تو جاب لنا اليوم تماكله وجاب لنا كل شيء ما شاء الله عليه تو الله يعطيه الخير الله يعطيه الخير الله يطول عمره ان شاء الله ديما كنجي لهنا لهذا الكوري باش نلقى الظل والماء سيرنا لهنا ونشربوا وكنمشي لعندو نتغدا والله يكثر خيره الله يكثر خيره وداك الشيء يلقاه في الميزان الحسنات ديالو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله شكرا هلا يا هلا بالعيد هلا والفرح منشور هلا والتهاني جات سابك خطاويها عسى بالهنا والخير تعود على الدهور عسى كل عام العود حابه يقدر هنيها هلا يا هلا بالعيد هلا والفرح منشور هلا والتهاني جات سابك
نهضروا شويه ولا يلا قولي شحال ثمنها؟ تبارك الله عليك. صافي هذا هو اللي قررته انه يكون في العيد ياك ان شاء الله. حولي ديالكم تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. مزيان مخير شتي هذا وراك الحولي هذا تبارك الله. وشحال درت الثمن الاخير؟ اودي الثمن ديالو حنا والثمن المناسب 200 قل 100 200000 قل 100 درهم يعني 190 الف فرنك 1900 درهم غير لينا حنايا اصحابنا وتهلكوا فينا ان شاء الله. حتى حنا بغينا نتهلا فيكم تبارك الله عليك. الثمن راه رخيص. تبارك الله عليك. انتم راكم تبارك الله تهلكوا فينا ما عندنا مانع. تبارك الله عليك والله يكثر خيرك. نعيدوا نعاودوا ان شاء الله سي الحسين واحد الكلمه التاليه ان شاء الله. نعيدوا نعاودوا ان شاء الله. اليوم هما باش انتم ما نبيعوا بهذا الثمن. شاف الثمن يا حسين الحولي الثمن ديالو 200000 ان شاء الله. ربي راه ربي راه مع الجواد ومع السيد على وجهه هو يتغلب. تبارك الله عليه والله يكثر خيركم كاملين. شكرا والله. اللهم امين. اللهم امين. المغرب وفي الامه الاسلاميه كامله في هذا الوباء وان يرعانا برعايته وان يحرس بعين ذاته وان يدخلنا صلى الله برحمته في رحمته وان يخرجنا من هذا الوباء سالمين غانمين تسليم المغاربه كلهم المسلمين في المشارق المغربيه وان يتوب علينا جميعا وان يجعل الجميع يتعظ ويعتبر سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين وان يردنا جميعا كتابه وسنه تحبيه ردا جميلا وان يبارككم في امامكم وفي كل شيء يتعلق والمسلمين جميعا وان يبلغنا العيد واعياد اخرى ان شاء الله ورمضانات اخرى وان يعيننا على الصيام والقيام والعمل الصالح وان يوفق لكل خير وان يجعل كل خير وان يتوفنا وهو راض عنا وان ينصرنا ملكنا ان شاء الله العزيز. يا رب انصر ونصر على تعز بالدين يا رب العالمين. احفظه في صحته في ماله في رزقه في ايمانه في كل شيء يتعلق به. ربي ورعاه برعايته وحرص بعينه التي لا تنام. ول علينا خيرا من يصلح البلاد وعباد الرحمن ويصلح الناس بدينهم وعقيدتهم وشريعته انك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأن يرعانا برعايته وأن يحفظ حياتنا التي لا تنام وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يرحم والديك. يلا شكرا بارك الله فيك. دعاء يا رسول الله شيخا يحكم مصدقا محمود فوق السنين اللي تعدي مساريها عسى تلقوا بالعمر ويا بطل سمو عسى لو تنام الخير والفرح كثير عسى من هنا والخير يعود على النور عسى كل عام نروح حبايبنا هلا يا هلا بالعيد هلا والفرح منشور هلا والتهاني جات سابك خطويها عسى بالهنا والخير يعود على النور عسى كل عام العود حابه يبقى يهنيها هلا يا هلا بالعيد هلا والفرح منشور هلا والتهاني جات سابك خطويها عسى بالهنا والخير يعود على النور عسى كل عام العود حبايبنا نهنيها عيالي نظر عيني معاكم حياتي سرور ويا نور قلبي وودي يبهيها على طاري الفرحه اعيدكم اني شعور بارك عليكم باب غلا قلبي يا ابو عيالي عساني يمك بكل عام يدور يا فيصل بعد عمري وايامي ولياليها على غصن قلبك عشق العصفور يا حظ الحنايا اللي ساكن حبك فيها عيالي عيالي ضيع عمري يا كل النور يا نخرة حسابك كل حياة طوالي عمر يا قمر طيب عسى بالهنا مغمور علي اللي يخبرك علي مبني عشق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.